وزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح بيوضح أبرز القضايا اللي تم ضبطها في مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع، وكمان قضايا التموين والغش التجاري والتلاعب بالدعم. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 48406 قضية تموينية متنوعة، من بينها 119 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5156 اسطوانة، وضبط 76 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,583,841 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 219 قضية بيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 88 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 54 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 24.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 11124 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 1174.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 77 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 390 طن سلع استراتيجية، إضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 146 طن. كما تم ضبط 255 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 2110 طن و582 كيلوغرام أقماح. كما تم ضبط 18623 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 183.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 770,930 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 17,155 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 810 سائقا منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1948 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 12 حالة. كما تم فحص 1718 مركبة وتبين صلاحيتها جميعا. كما تم رفع 1647 سيارة و190 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 54,722 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 7187 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 8543 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 15229 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 17940 مخالفة ملصقات، وضبط 383 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363,503 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 312,251,392 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1181 قضية، من بينها 699 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 482 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 8228 نسخة من كتب بدون ترخيص وكتب روائية وأدبية وملازم دراسية، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 235 قضية بقيمة مالية بلغت 740,768,451 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6,637 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,998,000,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24,869,227 جنيها.